هنا في هذه المدينة باريس يختزل العالم تقريبا، وهذا شأن المدن الكبرى العريقة التي نهضت وتأصلت على دعامات التعدد والحرية. وهذا النوع من المدن يكون في الغالب مقصدا لكل من يريد الخروج من الجماعة في الضفة الأخرى المشرقية ليختبر فرديته أو ليصبح في مواجهة مكشوفة مع نفسه ومع الآخر. في الواقع هذه المدينة قد تكون مقصدا ملائما للكاتب والفنان، للمنفي والمضطهد في بلاده، وللباحث عن آفاق أخرى تسهل عليه تحقيق خطوات نحو أهدافه. وبالطبع هي ليست هينة وليست رحيمة وحاضنة دائما، لكنها تحتمل أن تكون فيها ما تريد. هنا تعيش هذه السيدة، لقد أتتها قبل 25 سنة عام 1985 هربا من الحرب التي كانت تدور في لبنان آنذاك، ثم ولغاية الدراسة أيضا، ولكن يبدو أن الأمرين لم ينتهيا بشكل واضح وصريح، أو لنقل واحد منهما أي الحرب، فقررت أن تصنع نهايات موازية عبر اللغة في تأليف عالم آخر، وأن تتدرب على إقامة طويلة كشخصية روائية في نص طويل هو الزمن. بالبداية بحب أسأل ضيوفي سؤال تقريبا واحد في كل مكان، شو هو السؤال الذي يلح عليك أكثر من سواه؟ متى ستعودين إلى لبنان؟ فعلا هذا السؤال اللي عطول يعني بطرحه على نفسي هيك بشكل دائم ضمنة، يعني بلا ما أسأل أقعد هيك أنا وحالي وأسأل أيمت بدك ترجع. وهاللهفة للعودة هي مسألة حنين، يعني مسألة شوق للبلاد، مسألة أنه الغربة ممكن ما تعودت عليها؟ مش لهفة يعني الحقيقة، هو مثل سؤال هيك بدل يرجع لك وما عندك قدرة تجاوب عليه، يعني مثل صوت الضمير فينا نقول أنه متى تعودين، فيها سؤال بيتضمن كتير أشياء، يعني كأنك كمان فيك تسأل حالك ليه ما رجعت لحديت هلأ؟